تواصل مصر جهودها المكثفة في تجهيز وإرسال عدد من المساعدات الإنسانية الموجهة للأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة من بوابة معبر رفح المصري متجهة لمنفذ كرم أبو سالم. يأتي ذلك فيما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها التعسفية التي تحول دون إدخال أكبر عدد من هذه المساعدات. المزيد من التفاصيل يطلعنا عليها الزميل محمد الخطيب مراسل التلفزيون المصرية. نعم مشاهدينا الكرام، بعد تحية لنزلنا نتابع معكم عبر شاشة القناة الأولى كافة الجهود المصرية من أجل إنفاذ المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. اليوم ونحن نتواجد معكم في مدينة العريش وبالتحديد في قلب المركز اللوجستي للهلال الأحمر، وهذه الشاحنات التي تقف استعدادا للدخول إلى معبر رفح ثم إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم. نتحدث اليوم عن عدد متناقص جدا عن ما قورنا بالأيام الماضية، نتحدث عن 6 شاحنات خاصة بالشاحنات الغذائية والإغاثية، هذا فضلا عن 4 شاحنات فقط للغاز الطبيعي. هذا التناقص في الأعداد عدد الشاحنات يعود إلى تعنت قوات الاحتلال الإسرائيلي والإجراءات التفتيشية والتعسف في دخول هذه المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، على الرغم من تحذيرات المنظمات الدولية والأممية بضرورة إمداد قطاع غزة بهذه المحروقات والمواد الغذائية في ظل الأزمات والكوارث التي يمر بها الشعب الفلسطيني من نقص من الماء والدواء ونقص في المواد الغذائية وتدهور الصحة وانتشار المجاعة والأوبئة والأمراض. كل هذا يعني نتابع معكم دخول هذه المساعدات من معبر رفح عبر كرم أبو سالم ثم إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. ونؤكد دائما أن مصر منذ اللحظة الأولى كانت يعني ثابتة على موقفها وتؤكد دائما على ضرورة وقف إطلاق النار والتوصل إلى حلول للشعب الفلسطيني وإبرام الصفقات التي من شأنها تبادل الأسرى وإطلاق المحتجزين والتوصل إلى حل شامل وعادل في المنطقة. يمكن هذا ما لدينا إلى الآن من جديد، وأعود إليكم مرة أخرى.